من دون حرف، من دون حرف هل نخط كتابة؟ وبدون صدق هل نقول صوابا؟ فلما الحياة تغيرت أطوارها تؤذي الصدوق وترفع الكذاب؟ فلما الحياة تغيرت أطوارها تؤذي الصدوق وترفع الكذاب؟ كم صادق بالصدق عاش معذبا بين الأنام، وقد سقوه شرابا من حنظل وتراه يمشي هائما والناس تغلق دونه الأبواب. أما الأنام إذا رأوا ذا ثروة ومنافقا ومراوغا نصابا هرعوا إليه وقاسموه طعامهم، وكذا سقوه سلافة ورضابا، وتهافتوا قدام باب محله وتناثروا فوق النقود ذبابا. الصدق يا للصدق كم هو حائر، كيف السبيل لنعرف الأحباب؟ ويح الذي من كان طبعه صادقا يبني الأمان ليحصد الأتعاب، ويرى المودة في القلوب تحطمت وتحولت صور النعاج ذئابا. أضحت عقول الناس مثل صحيفة الحرف فيها يلعن الكتاب، والحر حر لو يطول عذابه طير الجوارح لن يصير غرابا. الله 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 الله